السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم كرم بيت 203. اليوم معنا الحلقة السادسة من لعبة 7 Days to Die. وطبعا الحلقة اللي فاتت حصلنا الخزنة، وعندي خطة اليوم، عندي خطط، مي خطة واحدة. الخطة الأولى مثل ما تشوف، لحظة خلوة تروح النغمة شوي، بداية الصبح. مثل ما تشوفون نظفت المنطقة هذه كاملة، هذه نظفت ليه؟ تبون تقولون يمكن سوي مزرعة؟ لا، المزرعة اللي هنا تكفي وزود. طبعا مسكر الحفرة هذه بعد شوي، هذه في شغلة مهمة لازم نسويها هنا، ضرورية ضرورية تخص الزومبي. وبالنسبة للمزرعة مثل ما شفتوا الحلقة اللي فاتت زرعنا، شوف ما شاء الله هنا الذرة كل واحدة تعطي 3. نبي نحصد هذا الثنتين الأخيرة، حلو. شوف الشجر ما شاء الله غطى الدنيا. أول في شجر هنا واجد، كله أنا زارعه وشلته بالأخير، شلته يعني يمكن حول 8000 خشبة. وطبعا هنا اللي زرع اللي قلت لكم الظاهر إنه بامية أو ما أدري وشي. شو مثل ما تشوفون هذه، هذا طلع بس ما أدري وشي بالضبط. وهنا النباتات الضرورية مثل عندكم الكافي، هنا حبة بس واحدة ليه؟ لأني زارع بأرض ما هي محروثة بالغلط. وهنا 4 حبات لأن في حدرة سماد تحت، في سماد. وهنا التوت 4، هنا 2 2، ما شاء الله طلعنا واجد توت. ونبي نضخم مزرعة أكثر، ما احنا مستخدمين ثمار الحين. وهذا البطاطس هنا 2، إذا هن 2 لأن ما في أرض، ما في سماد تحت، السماد الدليل هو الأبيض. طيب الخطة اليوم الأولى اللي بيسويها، فيه بيتين هنا وقريباه يعني لي منطقتي، هنا بيت وهنا بيت. طبعا استكشفته أنا وقبل، الظاهر إني صورت البيت هذا وأنا استكشفه، بس المهم فيه خزنة كبيرة. والسهلة اللي هنا ما في مشكلة، بس البيت اللي هنا صعبة، خزنة صعبة. تبون تقولون ليه؟ تبون تشوفونه بعد شوي. أبي أجي البيت الأول، لوت الخزنة الأولى. إذا جيت عنده بأخذ أغراضي المهمة وبروح البيت الأول، وبعدين ألقاكم هناك. أو لا، بداية الرحلة بأخذ أغراضي وتجهز الرحلة بعدين أشوفكم. طبعا مثل ما تشوفون جهزت نفسي، خذيت أكل، صنعت أكل، وسويت البيكاكس، شوفوا القوة عنده. وجهزت يعني ونزلت بعض الأغراض اللي ما أحتاجها، بس هذه نسيت أنزل، نزل قريب هنا بالصندوق اللي برا هنا، في أغراض ما لها حاجة. طيب يعني باقي الأغراض إن شاء الله كلها ضرورية، وإن شاء الله يكفي المكان، لأن احتمال نحصل هورد زومبي ونذبح ناخذ لوت، خاف يذوق المكان. طيب يلا الحين ببدأ الرحلة البيت الأول، أتأكد من الموقع بس. طيب نحط عليه علامة، حلو تمام، يلا أشوفكم عند البيت. طبعا جيت عند البيت الأول وحصلت زومبي، ومر هورد زومبي من حظي، بس أشوف شكلهم قليل. بالعادة الهورد يجونك 15 20 أحياء على حسب. شكلت بتشتغل هذي، تمام ضعيفة ما هي. حلو قضينا على الأول، بس في ثانيين ما أدري وين راحوا. مع أغراض خلينا نسحب عليه، هذه كثير عندنا. طيب الحين أظن الباب مفتوح، إيه هذا المشكلة هنا. ما أبي أستخدم السلاح عشان ما يجذب زيادة، لأن الأسلحة اللي بصوت تجذب زيادة زومبي. طيب أيوه الباب مكسور، حلو. أول شيء نحط الشعلة، هذه الخزنة مثل ما تشوفون. طيب
أبي أسوي شيء بسيط هنا، أبي أسكر بس وأرجع لكم. طيب مثل ما تشوفون الخزنة هذه، وسويت باب بس عشان تحذير إذا جاء شيء ولا زومبي ولا كلاب عشان أكون جاهز. طيب أنا بحاول أكسر هذه وبأسرع طبعا كسرناه خلصنا. مثل ما تشوفون الهامر قوي، اوف والله ما تسوى صراحة، يعني قطع سلاح عادية بس ما في مشكلة. ان شاء الله نحصل الخزنة الثانية. ابي اروح الخزنة الثانية مع ان مكانه صعب صعب مرة، بس ما ادري شلون كسره. بيشوف لي طريقة او خطة عشان يمديني ادخل عليه، راح تشوفونه اذا جيت البيت. مثل ما تشوفون هذا البيت، طبعا طرف الارض المحروقة وعلى حدود الارض الخضراء، واحتمال الارض المحروقة يجن كلاب. نشوف هذا، نلوت ما معه شيء. يلا هالحين عاد بدخل البيت وبوريكم مكان الخزنة. طيب من هنا ايه، ابي اسكر المنطقة هذه، خاف يجي كلاب. او ما في مشكلة، ها لا ما يحتاج ان شاء الله. وين الشعلة؟ كان معي شعلة بس ما ادري وين راح، ما عليه اصنع غيره. نحتاج الزومبي اللي قبل شوي. الشعلة نسيت نزلتها عند الخزنة الأولى وما شلتها، نسيت أشيلها بس ما في مشكلة. هذا الزومبي، طيب حلو. أيوة أخذنا منه الشحم، ويلا يلا سريع سريع سريع. طبعا هنا الخزنة موجودة بالقبو، بس في مشكلة بالقبو، تشوفون مليان ماء. طبعا ليت بالقبو يعني ننزل يم على السريع ونطلع، لا بغرفة ثانية. الغرفة الثانية هذه ما يمدينا نتنفس يعني، او ناخذ نفس. تشوفون هذيك، اظنكم تشوفونها او لا، لازم اطلع اخذ نفس. او شكلي ابي اكسر فوق، ابي احدد المكان بالضبط، احدد مكانه بالضبط عشان اكسر فوق على طول. طبعا هذا المطبخ، حلو هذا المطبخ كامل، وهذا المدخل. يعني احتاج كسر، يمكن برا، ممكن تكسير يكون برا او هنا. ها شوف، ابي اتاكد بس فيه مشكلة، في نزول درجة الحرارة يعني لازم اشوف هذا موجود معي. الظاهر هنا، لا هناك الغرفة وهنا فتحة، ابي افتح فتحة عند باب الغرفة. هنا باب الغرفة، طيب تمام. هنا ابي افتح فتحة، تمام.
الحين ابي ارجع هنا عشان اكسر كامل عشان يمديني ادخل الغرفه بسهوله. هنا اي هنا الغرفه شكلها من برا، لا لازم نطلع من برا. ابي احاول اسوي لي طريقه وارجع لكم. طبعا مثل ما تشوفون كسرت هنا وحصلت تراب، بس يوم حفرت لقيت خشب، اضطريت اني اصنع شبل ستون يعني مؤقت بس عشان نبين مكان الغرفة. طيب الحين نبي نكسر هنا. يلا ابي اكسر واجهز المكان وابي اسوي لي درج عشان اطلع بسرعة وارجع لكم. طبعا جهزت الطريق الحين بس باقي ننزل. شوف مكتب غرقان كامل. طيب هذه الخزنة. الاكسجين مثل ما تشوفون على اليسار O2 ينزل، اذا وصل الـ40 ابي اهرب. طيب وين الطريق وين الطريق؟ شكل ضيعت الطريق. بغيت اضيع. لا ضيعنا الطريق فعلا، ضيعت الطريق. اوف بغى ينزل هيلث معي، والله بغيت اجيب العيد. لكن شكل لازم نكسر المنطقة اللي فوق الخزنة على طول عشان نبدين اطلع اتنفس. طيب الحين نبي نحفر هنا، هذه ما نحتاجها لان ما تكسر صح مثل الهامر، الهامر اقوى بالتكسير. ابي اكسر المنطقة حوله بس ما ابي اسوي عاد فتحة كبيرة خاف يجون زومبي يدخلون علي ونحشر. يلا بجهز كل شيء وارجع لكم. طبعا جهزت كل شيء خلاص وما سويت الفريمات اللي تخليني انزل تحت او افتح فتحة فوق الخزنة دايركت، لكن وسعت المكان يعني. شوف الخزنة كانت قريبة، نعطيها كم ضربة ونرجع على طول. يلا هذي انكسرة ترجع لكم. طبعا انكسرة بس ابي اخذ نفس وارجع لكم وارجع لها الحين. تمام الحين يا رب يكون في شيء طيب. اوه في اسلحة، في اسلحة. تمام حصلنا اسلحة تستاهل ان نحفر ونكسر علشانها. طيب الحين في مشكلة، الحين جانا الليل والبيت بعيد ومعنا لوت ثمين. شوف ابي هاي شدقن او قطعة سلاح متأكد منه. لا قطع حسافة، قطع سلاح قطع، بس الظاهر يبغى يتكمل. القطع الظاهر موجودة عندي، باقي القطع بالبيت، لكن الحين بطلع وابي ارجع البيت. الله يستر. الحين الساعة 6 المغرب يعني خلاص قرب الليل، والليل الحمراء على ما اظن 28، اليوم 28 يعني باقي له يومين. يلا بس ابي ارجع البيت وابي امر الخزنة الثانية اللي نزلت باغراض عشان ما اسبب زحمة وارجع لكم. طبعا وانا راجع لقيت البيت هذا، قلت ابي الوته. حلو هذا مع طلقات رشاش وعندي بزيادة. افا ما في مكان، ما في مكان، اخذت الطلقات. طيب نبي ناكل هذا ونرمي هناك الثاني ونرمي التراب.
واللحم عادي نرمي التراب برضو ما في مشكلة، ما حنا بحاجته. أو نشوف إذا ما لقينا شيء. طيب علاج، يلا نرمي التراب. طيب باقي الظهر زومبي واحد، الظهر ما لوت. شوف وين هنا، اي هنا. سوي سكراب يا ابي، ادخل بيت هذا يمكن احصل لوت زين ولا شيء. الحين نبدأ اللوت. شوف الحين وش فيه، وش فيه معي زحمة أغراض هذي برا. أوه خلاص تمام. طيب هذه هنا يشينا عنا. ما في شيء تحت. ما فيه ولا لوت. طيب اخذ الشعلة معي. طيب هنا يلا بلوته كامل وارجع لكم. بس اكل طبعا ما لقيت شيء يعني يسوى، لقيت بس الكتاب حق المنشار، واعتقد اني متعلم لكن ابي اخذه معي عشان ابيعه على التاجر. ولقيت صندوق فوق، نفس الصندوق اللي نصنع. لقيت الطاولة هذه بس حطيت بالغراض اللي ما هي مهمة بالحيل. يمكن هذا اخذه احطه عندي، الحبوب واجد عندي، وهذه عندي منه 5 وهذا عندي منه تقريبا 20، يعني ما هي مشكلة. الحين بروح سيدة على البيت. الحين شلت اغراضي اللي بالبيت الاول ورجعت للخزنة، شلت الاغراض اللي خليتها اول قبل. وفي هنا اظن خليت شيء او لا، لا ما خليت شيء هنا، لا هذه ملوتة من قبل، لوتها قبل. بس هذه وش هي؟ لا هذه ما لوتها. يا الحين ابي ارجع البيت، اول ما تطلع الشمس ارجع لكم عشان ابدا الشغله والموضوع الثاني. طبعا جاء الصبح، الله يسعد صباحكم. وبشوفوا هنا عندي هي الحفره هذه، بس سهله نسكره. تضغط مثلث تاخذ اي تراب من منطقه ثانيه، وتضغط مثلث وسهم يمين. يعني هنا لازم تخلط مع فايبر، يعني هذا اللي نبي. طيب كم يمدينا نصنع؟ بس 2. طيب يعني هالحين نحتاج اسوي الثاني بشكل ثاني. اخلي اللي تحت ستون واللي فوق ما في مشكلة ديرت. طيب هالحين نبي نحط مكان البلوك. نحط كل ستون يمكن ما في مشكلة. جرب هذه، لا كذا تمام، كذا تمام. يلا الحين عاد ابي ابنى ابنى ابدا ابني ابدا ابني كذا. اللي ببنيه صح ما علمتكم، ابي ابني مكان خاص لليلة الدموية، يعني بس وقت الزومبي يجون بالليلة الدموية يكون جاهز. طبعا الليلة الدموية يمكن باقي لها يوم، لا باقي لها يوم، يوم 28 تجي الليلة الدموية. يعني ابي ابني مكان مربع صغير، وابي احصنه مع كل جهة، لان مثل ما تشوفون البيت صحيح انه محصن وممتاز،
بس فيه مشاكل، مشاكل يا اما يجي هورد كذا، هورد يعني بدون ليلة حمراء، بدون ليلة دموية، يجونك هورد كذا مثل قبل شوية، يجونك 16 فجأة 17 مع بعض ويخربون عليك وانت متجهز وكامل مجهز الليلة الدموية، فجأة يجونك يخربون عليك. بس انا ابي اكون، ابي اسوي مكان خاص الليلة الدموية بس، وباقي الهورد عادي يجون البيت ما في مشكلة. لان بعد المشكلة الثانية، احيانا الليلة الدموية يجونك مع جهة، يجون مثلا من ورا البيت مشكلة، يكسرون اغراض ويكسرون اشياء وما يمرون على المدخل. لكن هذا بيسوي عليه دار ما دار كامل، كله سبايك ولوج سبايك. يلا بيجهز المبنى اول شيء وبعدين ارجع لكم. طبعا جهزت البناء بشكل مبدئي يعني، بس هذا شكل البني عندي، وبيخليه يعني يقول محصن مرة. مثل الحين الحديد، سهل تحصيل الحديد. لا 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 لا، بس ليفل واحد من الحديد او ليفل اثنين خليه عادي، في حديد واجد عندي. وطبعا ابي احط الباب حديد، احتمال ما اكمله اليوم البيت، ابي احط الباب حديد هنا، وابي احط المربع هنا. وابي احط مربع فوق، وطبعا ابي اقوين اقوى شيء هنا. تبون تقولون شلون تطلع؟ لا، اول شيء انا بسكر المبنى من فوق يعني، بس بخلي فتحة عشان اقدر اشوف وتفرج. تبون تقولون شلون تطلع؟ لا، المخرج هذا هو هنا، ابي اسوي نفق بس ما كملت، حفرت للجهة الثانية، حاولت اوازن على المدخل. افا خرب معي الشبل، ما في مشكلة نعدله. بس ابي اوريكم برا وشلون جاي. لحظة، ظلمة المكان، ظلمة، اعتقد انكم ما تشوفون شيء. ابي اسوي مدخل هنا، طبعا فتحة بالارض، يدخل على طول داخل البيت، البيت اللي هو محصن على المحصنة. بس احتاج ابي اصلح شيء وارجع لك. طبعا جيتكم بعد ما صلحت الشبل وصلحت الواجهة هذه حديد، بس للأسف نقص علي حديد، بس ان شاء الله ما نبلش يعني، نحصل ان شاء الله. طيب هنا او لا، هنا اي، خلي جاهز كذا. طيب تمام، هذا عشان بس يدخل الزومبي يكون ثابت هنا، وانت اعطيه بالراس لين يموت. طبعا هذا النفق نبي نكمل، بس لا تخافوا راح اضبط المدخل. اذا خلصنا النفق راح اضبط المدخل افضل من كذا، والحين صعب شوي. طيب هنا السلم، ايوه راح احفر هنا لحد ما اوصل المدخل اللي انا مسوي هناك. طيب نحتاج تورش. طيب ما يمدي احطه هنا؟ لا ما يمدي، بس مي مشكلة، ما في اي مشكلة عادي. الحين نفتح على النفق الثاني. طيب ابي احفر من برا افضل، يكون افضل. طيب بحط هذا بشكل مؤقت، نورت المكان شوي. طبعا هنا، طبعا الحين دخلنا اليوم 28، بس يعني
تو ما جت الليلة الحمراء، يعني الحين الساعة 1 تقريبا، إذا جت الساعة 20 خلاص تبدأ الليلة الحمراء. طيب الحين شلون ودي أثبت هذه المكان، بس ما أدري شلون. طيب كيف طيب ممكن أكون أنزل أو لا؟ أوف يا الظلم ظلام. طيب ما في مشكلة، الحين أبي أسوي مكان بس عشان يكون نور، عندي نور. أيوة أيوة كذا تمام، عشان أقدر أشوف وأنا حفل. أدري وين وصلنا بالضبط، لكن مش وصلت. يلا أبي عاد أحاول أضبطه وأرجع لكم الحين، أنا شكل طحت على أحجار. شوفه أول شي ناخذ، ايوه ايه ضربنا على الاحجار بس ما في مشكلة. بس الحين النور مشكلتي، الحين نور كني اسمع صوت رعد. ايه مطر الظاهر، عادي ما في مشكلة. الحين بكسر هذه، ابي اطلع وابي احس بصح وارجع لكم. لقيت نفسي فاتح على المنطقة وانا ما اشوف. لا شو ضبطت ان شاء الله، ضبط النفق. طيب الحين بس عاد نسوي له موسع المكان. طيب وين وش فيه؟ كده تمام. تمام كذا ضبطنا النفق بشكل مبدئي. بس عاد ما اعتقد يمديني يعني قبل الليلة الحمراء الجاية يعني اجهز كامل، تجهيز كامل. بس يعني هالحين هو جاهز، شبه جاهز، بس يعني بس باقي حفر هنا وخلي مدخل يعني مربع عشان اخلي المدخل هنا، وابني فريمات هنا وهنا على الجهات الاربع وقويها حديد، وخلي فتحة ارضية هنا، افتح فتحة واحط سلم وانزل تحت. وطبعا باقي اللي هو مضبط شكله من داخل، يعني شكله كذا ما هو يعني نرفع هنا شوي. ايوه وندفن بعض الحفر، في حفر هنا ابي لازم ادفنه. بس ما اعتقد يعني يمدي قبل الليلة الحمراء، ما اعتقد ما يمدي. لا 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 لا, لا مرة مرة ما يمدي، لاني بجهز صح وباقي احط سبايك، مع اني مجهز سبايك يعني صانعه وجاهز عندي. شوف هنا في تكسير شيء؟ لا شو ما في تكسير. أبي أرجع البيت الحين، وين البيت؟ وفي الظلام. أو لا 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 لا، لا. ليش ما أروح للمزرعة؟ لا هنا فيه زومبي يبون يهاجمون البيت، استكسرونا لوت بعضهم، وهذا معه ماء كويس. طيب لا اذا طلعت الشمس يمكن اروح المزرعة. شوف لا لازم اذا طلعت الشمس وخف المطر اروح المزرعة، لان صراحة الشكل والله مرعب شوي.
الحين الساعة 5، ما طلعت الشمس لحد الآن، بس حنا قلنا نبي نقضي آخر ليلة دموية هنا بالبيت، يعني آخر ليلة وبعدين ننتقل للحصن الثاني، بس شكل آخر ليلة هي اللي بتقضي علينا. شوفوا متكسر مع كل جهة، لكن أبي أضبط أوضاعه، بسوي له صيانة كاملة، وأبي أنتظر الشمس تطلع عشان نضبط المزرعة شوي. طبعا لحد الآن تمطر، بس جهزت حماية البيت وحرثت المزرعة شوي هنا. هلا وسعت المزرعة، وسعت مربع كامل. طيب، وجهزت البذور اللي نبي نزرعها. عندنا الذرة يعني دايم نزرعها، وعندنا شو اسمه التوت، وعندنا البطاطس. طيب ابي ابعد الشبل نحطه، ايوه الفطر نحتاجه في صناعات، لازم تجيب الفطر، تحتاج الفطر، والفطر نادر. طيب اول شيء نبدأ بالذرة، افضل شيء. لا لازم احول الذرة، نسيت احول الذرة، ابي احول منه 20 او 24، ما في مشكلة. طيب لا نبدأ بالتوت من الجهة الثانية. كأن ما هي على الأرض المحروثة هذه، بس بشوف تأكد. ايه لا تمام، لا وضعه تمام، حلو حلو تمام. نزرع صفين من التوت ايوه، والباقي بعده بطاطس، واخر شيء الذرة لانها متوفرة بقوة. ايش المشكلة؟ في مشكلة هنا بس ما ادري وش. لا تمام حلو. هالحين البطاطس بعده على طول، ما في مشكلة. ليه 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 ما يجي هنا ليه؟ تمام حلو. هالحين الفطر، المشكلة يا اخي احيانا يعلق، كأنه ما لازم تروح مكان ثاني، ما ادري وش المشكلة بالضبط. طيب وهالحين الذرة، الصف الأول، الصف الثاني، حلو تجي بشكل سريع. طيب تمام، هالحين خلصنا المزرعة، ويلا نشيك على البيت. تمام وضعه تمام، حلو. اجيكم من داخل. طبعا استمتعنا بالحلقة هذه، وسوينا اشياء مهمة واستكشفنا، وبس باقي اللي ما خلصته هو الحصن الثاني. والى هنا ابنهي الحلقة، اللي مو مشترك يشترك، ولا تنسوا اللايك. في باكج نزل، بشوف قريب ولا بعيد.
لا بعيد شوي بس داخل المنطقة المحروقة، نجيه يا أما جيه خلف الكواليس أو الحلقة الجاية إن شاء الله. ويلا يعطيكم العافية على المشاهدة، وأتمنى أن المقطع ما طال، وزي ما وصيتكم لا تنسوا الاشتراك واللايك، ويلا في أمان الله.